مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه والسلام للجميع. اليوم عندنا انبوكسنج لمين؟ كمان ست باكيجات. بس بعمل لكم ابديت قبل ما نبدا. شرينا الحلقه الماضيه وحكينا لكم عن المساج هذا اللي هو يوريكر. للاسف يا جماعه حقه كان 200 وحوالي 50 دولار. شغلات كثيره اجت معاه، حركات حلوه، ولكن سريعا خرب بعد اقل من اسبوع. فطبعا بيج نو. وهذا الحمد لله انه خرب خلال فتره الاسبوع، فحنرجعه لامازون مره ثانيه. باي باي. اوكي، الان بدنا نبدا بالباكيجات. خلينا نبدا بهذا الباكيج الاول. هذا خلينا شو تتوقعوا فيه يا جماعة. اوكي حلو. هذا شريناهم. الاولى هاي بيل اوف ماسك، عبارة عن ماسك بتحطه على الوجه من الالوي، مفروض انه ينظف الوجه، انتي ايجينج، انتي اويلي، سموثينج، انتي اكني، بنظف الوجه. حنجربه ونحكي لكم. حجمها 60 جرام، والحجم اللي فيه الكمية اللي فيها او السعر كان 18 دولار. اوكي، هذا هو 18 دولار. وبرضو هذا وارت ريموفل اللي هو بيشيل النتوءات اللي بتصير في الجسم. بتحط نقطة عليه وبتغسله، خاصة إذا في على الرجل اللي احنا بنسميها مسامير اللحم، بعرف في كل الدول شو بسموها، لكن جايبينه علاجا إن شاء الله نتمنى الشفاء. اللي بعده أوكي. هاي أتوقع يس. أوكي، هاي يا جماعة عبارة عن سكروز زي ما انتم شايفينها، براغي للسنو سنو بلور تبعي. السنو بلور عندي صار في مشكله، اوكي الشيربن هاي انكسرت، فهذه للثلج اللي بننظف فيها الثلج الجهاز، يعني ما اتوقعش انه كثير ناس حتهتم فيها هاي. طيب هاي تقيلة شوية، خلينا نشوف شو هي. اوه اوكي، هذا سكر، بس مش سكر، هذا سكر وزيرو كالوري سويتنر. هذا كويس للي معهم سكري. فيش فيه ارتفيشال، ومعمول من نبتة. هاي هي النبتة، بسموها بودز فروت، أو نبتة بودا. شوغر فري، زيرو كالوري، كويس للي معهم ديابيتس. جلوتين فري، نو انيمال سورس، نو جي ام او. 1 كوب اوف شوغر بتساوي نفس الحجم تبع الشوغر العادي. نجربها ونحكي لكم. طعمها لذيذ، انا جربتها عند اصدقائنا، جيده جدا. طعمها عادي كأنك تشرب شوكر عادي. الحلو فيها زي ما حكيت لكم انه مش زي السويتنر. السويتنر هذولاك ارتفيشال، فيها كثير كيميكلز، هاي لا طبيعيه. اوكي شو هاي؟ اوه اوكي اجت. هاي عباره عن ارقام شريناها، عشان خليني افتح لكم واحدة عشان البيت. طبعا الحجم تبعها توقعته اكبر، حق الواحدة 10 دولار زي ما انتم شايفينها. هاي هي ميتال،
بس حجم شكلها حلو. وكيف بتركب هاي؟ اوه صراحة بدها تقرأ كويس، لأنه البراغي تبعتها شايفين كيف، وورا هي، فكيف بدك تلفها وأكثر من واحد. بدها فن، بدها تعلم، فحنشوف الطريقة. بس حجزنا كل الخط أرقام للمنزل إن شاء الله، بس تزبط معنا ونحكي أربع أرقام. اللي بعده يا جماعة، هيو اوكي. اوكي طبعا بيوتي اند يو، بس اول ما بتطلع حاطين لك هاي اللزقة، خربوا كل ال يعني حاطين لك 10 لزقات كمان، يعني مش عارف شايفين. هذه هي القطعة، هاي عبارة عن بريسلت صغيرة جدا ترى، يعني الحجم لا صغير. I think شكلها حلو هيك، بس حجمها صغير جدا. اوكي هذه هي عبارة عن هدية من المدام، بس ما أتوقع. anyway الأخير عبارة عن بوكس، نشوف شو هو هذا البوكس. اوكي شو جوا هذا؟ اوه وصلوا هدول. طيب هذا البوكس فيه شغلتين، الأولى عبارة عن سوب ديسبنسر، لا هذا هو للمطبخ. بس هذا شو الحلو فيه؟ حجمه حلو. اوكي جاي هذه عبارة هي اوكي هيك. زي ما انتم شايفين يا جماعة في سلوب هون عشان المية اللي في ال هاي تنزل، معطي لك هاي، وهاي عبارة عن يب بنحط هيك، بتحط الصابون هون وبتغطيه بكل سهولة، وهاي بتيجي فوق اوكي، وبتحط هاي فوقيها، وبس بتعمل هيك بيطلع الصابون هون. بس تخلص بتحطها هون، المية بتنشف. هاي كتير بتجمع ميكروبات، كتير بتجمع ميكروبات إذا ضلت فيها سائل. فهاي هي الطريقة زي ما انتم شايفين، بس هيك بكل سهولة. والشيء الثاني اللي جبناه عبارة عن هاي حقها $16، وهاي اعتقد $26. اوكي هاي عبارة عن مراية. المراية هاي للسيارة، اللي بيحكوا فيها انه الحلو فيها اذا اجت الاضاءة عليها ما بتعكس على عيونك، هاي الشغلة حلوة. اوكي والشغلة الثانية بتعطيك البلايند سبوتس، البلايند سبوتس، وهي مهمة كتير لما الواحد بكون بنتقل من لين يمين للين شمال. البلايند سبوتس يعني من أهم من أكثر الشغلات اللي بتصير فيها حوادث للأسف، وأنت مش شاعر فيها. يعني ثواني هي إذا مرت السيارة جنبك في النقطة معينة وأنت مش شايفها، للأسف بتصير الحادث. فهاي حنجربها. يعني هذا كل اللي موجود في البوكس، ان شاء الله تكون جيدة، حنجربها ونحكي لكم رأينا، لأنه أنا أتوقع هاي من الشغلات اللي يعني مبين عليها هيك حلوة. أوكي هذا اللي كان عندنا اليوم، ان شاء الله تكون أعجبكم الشغلات اللي شريناها. إذا بتشوفوا اللايك لايكوا، وإذا بتشوفوا الشير شيروا، وإذا شفتوا السبسكرايب ما تبخلوا علينا سبسكرايبوا، وجرس التنبيهات هذا فعلوه، ونراكم في فيديوهات قادمة. وسلام للجميع.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.